امبارح بلشناه هون بالنسبه للمذيعين والمذيعات ان كانوا جدد او قدام. في شخص ورا حابب يكون مذيع. كيف لازم نكون قدام الكاميرا؟ كيف لازم نقعد قدام الكاميرا؟ مذيعين مش كلهم بيلبسوا نفس الشيء، اللي عندهم برامج ترفيهيه، عندهم برامج للاطفال، اللي عندهم توك شوز، اللي عندهم اخبار، كل واحد عنده جولدن رولز، في شيء اسمه جولدن رولز لازم نتبعها. الناس بتقول انه طيب مين قال انت معك حق وليش لا ومش دوري ذوقك؟ هي مش قصه ذوق، هي قصه مبدا. مذيعة الاخبار ما فيها تكون لابسه مثل مذيعة البرامج او عالم الصباح، يعني في مصداقيه لشغلنا اللي عم نشتغله. يعني مذيعة الاخبار اذا بده يكون شكلها حاجز بينها وبين الخبر بلاها، انه بصير المشاهد قاعد عم يتفرج عليها بينسى الخبر، يمكن يكون هو كمان وجوده مثلا عرفتوا كيف؟ فراح نشوف نحن وياكم بعد التبس. اهم شيء بطلب انا من كل يلي عم بيذيعوا في بوستشر بالجسم، انتوا عم تحكوا مع الكاميرا بدكم تقدموا تعطوا شيء للمشاهد يحس انه كل واحد من ال 100 مليار اللي عم بيشوفكم انتوا عم تتوجهوا لإله شخصيا، يعني ضروري يحس انه منه رقم. هيدا ما في غير انتو فيكم تعطوا اياه، تطلعوا فيه الخبر تقدموه لقدام انتو عم تحكوا، مش تكونوا غرقانين بحالكم مقوقعين على نفسكم. هيدا خوف من الكاميرا بده يبين. بتقعدوا على حافة الكرسي وبتاخدوا نفس قبل ما تحكوا، ضروري هيدا الشيء. يعني بيقولوا لي انت ما بتخافي؟ بلا، كلنا بنخاف من الهواء، لازم نخاف لنقدر نعطي اكثر. هلا إذا فيكم تعرفوا أنتم موجودين بالستوديو شو الباك جراوند، أوقات بتطلعوا أنتم ضيوف على غير تلفزيونات، بتطلعوا ضيوف على غير برامج، أفضل تسألوا هالسؤال، بليز فينا نعرف شو الباك جراوند؟ أنه ضروري نعرف. هلا عم نشوف صورة أوبرا وينفري. أوكي، تصوروا الباك جراوند تبعها زهر ولبسة زهر مثلا. بدنا نجرب نلبس ألوان تقدر هي تظهر وتخلي الباك جراوند ضلوا باك جراوند مش ان فرونت، مش يعني نندمج مع بعض، نندمج مع بعض نفس اللون. بدي اعطي تيبس على اوبرا. اوبرا مثل ما بتشوفوها، بونجور صباح الخير، كيفك؟ كيف صحتك؟ مثل ما بتشوفونا نحن، يعني في ناس تعرفنا شخصيا، وانا فخوره احكي عن ثلاث ارباع المذيعين بشتغل معهم. مثل ما بتشوفونا على التي في، مثل ما هن بحياتهم اليوميه، ما تخلقوا شخصيه فيكتيف، شخصية خيالية على الهواء. يعني أنا بدي أخذ بوز، أنا بدي أحكي من زلعيمي بصير صوتي الآن أقدم لكم، لا وبعدين وقتها بشوفها شخص، كيفك؟ كيف صحتك؟ بتحس فيها غير شخص. طب ما أنتم بدكم تكبروا بالحياة، بتغير الصوت، بتغير كل شيء كلها، يعني قديه رح تضلكم مجمدين بحياتكم؟ أنتم عم تشتروا كيلو كوسة مثلا، يعني أنه الناس حتشوفكم. ما أنتم إذا بتنشهروا من وراء العالم يلي بيشوفوكم، الناس يلي بتعيشوا معهم، مش من وراء الصورة يلي رح تبقى على الشاشة. أوبرا وينفري مرتاحة بحالها، مرتاحة بالكم كيلو الزيادة اللي عندها. هل عاشت هي بينها وبين حالها دايلما قوية، جربت تضعف. دايما الكاميرا بتنصح، كلنا بنطلب، بس ما تنسوا انه العمر 20 مش مثل عمر 30، مش مثل عمر 40، في صعوبة لحتى تروح وزنها. بس الباك جراوند وينك؟ اي لون انت اليوم؟ اسود. ايه كثير منيح، ايه بس في ابيض بيناتنا. هلا رح ننتقل على الباترنز. عم تشوفوا انتو المونس، هيدا اجمالا صار كل العالم تعرفه، بس على الكاميرا البوينتية الكاروز صغير المزيح الرفيع القريب على بعضهم بيزوغل النظر. يعني الكاميرا بترفضهم، فالناس اللي عم يشوفوكم بصير معهم شوية حول، جربوا هربوا منهم، ما تلبسوا اشياء مونسة. رح ننتقل طلعت معنا الصورة الثانية. هلا هيدول ميديوم باترن، حتى من سمول لميديوم. هيدي كمان بتعمل لك، لا ليكي لقلك صراحة، وقتا بيكون اللون ورانا بلين، ما في لون، أبيض، نحن بنلبس أشياء مونسة، بنلبس أشياء كبيرة. التعريق الكبير بيروح للشخص اللي ملان، اللي لازم يلبس شيء كبير لحتى يبين جسمه شوي مقطع أكتر. جربوا هربوا من الاشياء اللي بتكون بهالطريقه، القماشات اللي فيها هالرسمات اذا في ورانا اكثر من لون. بس انا ماني ضد الباترنز اللي بتنتقل من الوسط للكبير.
هلا رح نشوف شغله حطينا، قال هربوا من الابيض من الاسود ومن الاحمر. انا ضد هالشيء، بعتذر منكم اللي حطوها بينشالوا، هيدي كان تفكير قديم. هل اللون الاحمر ولا الاحمر كثير حلو، بس بدنا ننتبه. اي لون احمر؟ اي لون احمر قد ايه بيلبق مع بشرتنا لحتى ما ياكل من من منا نحن؟ ما هدول الوان قويه. انا رح انسى الابيض والاسود، رح احكي عن الاحمر. الاحمر بدنا نكون يا بيض، بس مش سمار سماري انا اللي هو هيك انه على جولد او على بحر، يا بدنا نكون كفاؤلي. كان بزمانات يقولوا لبس الاسمر احمر وضحك عليه، بتمحو ديليت ديليت، يعني عشان ريسايكل بين ماشي، لانه الاحمر لون رائع. مهم نعرف شو في ورانا، ولحتى ما يكون اكيد اذا في كتير الوان ولبسنا احمر رح تعجو، بدنا نعرف اي متى نلبسه واي لون احمر. صح. بالنسبه للاسود انا بلاقيه من اجمل الوان، من اجمل الوان على الهواء، بتفتح الوجه كل ما لبسنا غامق، كل ما نحن مبين افتح. الاسود بيخلي الواحد يبين مبيض اكثر. الناس بتقلك انا يي بشرتي غامقه بدي البس الوان باستيل، انسوا الموضوع بتبينوا اغمق لانه بده يسحب الضوء. فالاسود لون حلو كثير حلو. وانا ضدكم، خلصنا دوت كوم كلكم. اما بالنسبه للابيض، هيدا الابيض مشكله. الابيض لون انا بتصور بيخوف. انه بخوي، بس كتير حلو. هلا فوق عم ينتفوا حاله بس شعره، في قصص يعني في الابيض ما بيلبق لمين ما كان. يعني اوقات اذا حدا كتير ابيض يلبس ابيض يعني خلص بياض 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 دوت كوم. لا لقلك شغله، اذا بتشوفي نيكول كيدمان، نيكول كيدمان قديشها فاتحه ماشي ترانسبارانت يعني. لا الابيض ما رح يفتحها، بالعكس حيغمقها شوي. على الهواء عم نحكي، ونحن عم نحكي كاميرا واضاءه. فيلي بده يلبس ابيض بده يتعب شوي جماعه الاضاءه، بدهم يشتغلوا. بيوروب ثلاث ارباع المذيعين ومذيعين الاخبار بيلبسوا، مذيعات الاخبار بيلبسوا ابيض. دبروا راسكم، شوف شو بدكم تعملوا، فيكم تشتغلوا. اللون الابيض اكيد انه افضل ما يكون وراي في باك جراوند ابيض لانه بفوت بالباك جراوند، بس اذا في الوان بتصور بينشغل شوي على الاضاءه وبيمشي الحال. بس لحتى ما نعذبكم، واذا انتم عم تاخذوا تيم من عندكم وبسرعه وبدكم تطلعوا، جربوا هربوا من الابيض، الاسود بيضلوا يمشي بسهوله اكثر. يعني اذا لبست انا اليوم ابيض مثلا، انا والحيط لون واحد تمام. مش شايف اللي بنقول يعني وين بدكم تنجبروا، بدكم تنجبروا تحطوا يا سكارف يا شيء لحتى تكسروا انتم والباك جراوند. الميك اب مش رح نحكي عن الميك اب هون. العوينات عوينات اللي عم بيقولوا لنا انه ما تلبسوا عوينات فيهم لمعه، برجع بقول انا حسب الاضاءه، حسب الاضاءه فينا نلبس عوينات كمان بتسحب الاضاءه وفيها ما تطلع ملمعه. يعني انتوا قاصدين تلبسوا عوينات فيهم شيء يمكن ما يطلع على الهواء. بالنسبه للميك اب بليز رجال ونساء تطلعوا على التلفزيون لازم تحطوا ميك اب، بس فيكم تعملوا ميك اب يبين انه فيري ناتشرال. صح. ورجال اهم شيء ما تخافوا، خاصه اللي ما عندهم شعر. ايه بتوطوا انتم عم تقروا الاخبار هيك شوف شي ضوى، فافضل تحطوا باودر اكيد. في شيء بعد بفتكر خلصنا؟ يعني انا ما مش حابين يعطونا بعد. بس شغله وحده صغيره، شغله صغيره للرجال اللي بيقدموا بيقعدوا على التي في وبيقدموا اخبار، وخاصه اذا بينوا كلهم سوا، جربوا جيبوا كلسات للركبه، لانه يمكن انتم عم بتهزوا اجريكم بينزلوا الكلسات وهنالك الكارثه الجمال والجمال اذا بالغلط الكاميرا اخذتكم. فدائما مذيعين افضل يلبسوا كلسات لتحت الركبه. شكرا لك لما لفقره اليوم، انا عم بعيشها اليوم كثير انه بريزنتر. ثانك يو اكيد لك لما على التبس اللي اعطيتينا اياهم لليوم.